مجلس طلاب الدولة الطالب عبد الله بن زايد. إنه لمن دواعي فخري وسعادتي أن أقف بين أيديكم ممثلا للقاعدة الطلابية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يسعني في هذا الموقف إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير باسمي وباسم كل طالب يعيش على هذه الأرض الطيبة لكل الجهود المخلصة التي تقومون بها من أجل تنشئة جيل واع يخدم هذا البلد ويحافظ على عاداته وتقاليده وتراثه وثروته.